بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هند عبد النبي، أستاذ مساعد طب الأطفال. هكون معكم النهاردة إن شاء الله في محاضرة الـ UTI in Children or the Urinary Tract Infection. هبدأ أعرض الأول الـ Objectives بتاعت محاضرة النهاردة اللي هنغطيها بإذن الله. هنبتدي الأول بالـ Definition and Types of UTI، وبعد كده هنعرض الـ Causes والـ Risk Factors لحدوث الـ UTI in Children، وبعد كده هنقدر نوصل للـ Clinical Manifestations اللي ممكن تظهر على الطفل اللي ممكن تؤدي لأعراض الـ UTI باختلاف الـ Pediatric Age اللي هنبدأ نعرضه، و How to Diagnose a Case of UTI، وفي نهاية محاضرتنا هنتكلم على الـ Treatment والـ Prevention of Urinary Tract Infection. هنبتدي أول جزء في محاضرتنا النهاردة هو الـ Definition والـ Types of UTI. كلمة UTI means infection in any structure within the urinary tract with any organism. يعني إيه؟ يعني وجود البكتيريا أو viral أو fungal أو protozoal infection في الـ urinary system من بداية الكيدني لليوريسترا، ده بنسميه الـ UTI. ولكن عشان المانيفستيشن بتفرق الافكشن للابر سيجمنت اوف ذا يورينري سيستم عن اللور، هنقسم اليو تي اي بالسيفيريتي اوف ذا مانيفستيشن الى ابر اند لور. ابر المقصود بيها حالات الاكيوت بايلونيفرايتس اللي بيكون العيان فيها فيفرش حراره اكتر من 38.5 توكسيك وال مع سيفير ابدومينال بين، لكن اللور يو تي اي اللي هي الموست كومن او السيستايتس اللي بنشوفها في حالات اليو تي اي عاده ما بيكونش معاها سيستميك فيتشرز او مانيفستيشن، وبيبقى المين كومبلين لها علاقه بالفويدنج مانيفستيشن اوف ذا يورينري سيستم زي الديسيوريا والفريكوانسي والارجنسي او الاوفنسيف اودر اوف ذا يورين. يبقى كده معنى اليو تي اي كديفينيشن والتايبس اوف يو تي اي. ايه الريسك فاكتورز اللي تؤدي الى حدوث اليو تي اي؟ زي ما احنا عارفين الـ UTI مش هو الموست كومن بيدياتريك انفكشن، الموست كومن هي الابر ريسبيراتوري والجاسترو انتستاين. فحدوث الـ UTI وخاصة ان اذا كان ريكارنت في الطفل، مهم جدا ادور على الريسك فاكتور، لان الريكارنس او التريتمنت للـ UTI هيعتمد اساسا ان انا امنع الريسك فاكتور اللي موجود عند الطفل. زي مثلا معروف ان الفيميلز هم هايلي ريسك للـ UTI عن الميل، خاصة في بعد عمر السنة، وده نتيجة الشورت يوريثرا. الانسر كمسايز دي ميل بيكون ريسكي لليو تي اي. الناس اللي عندها كونستيبيشن بتبقى مور لايبل لليو تي اي باتنين ميكانيزم. اولا نتيجه الامباكشن اوف الفيكال ماس والكونستيبيشن بيعمل استاجنيشن لليورين نتيجه كومبريشن على النيك اوف ذا بلادر او اليوريثرا، وفي نفس الوقت معروف ان الكونستيبيشن واليورينيشن الاثنين بيبقوا لهم نفس النيرف سبلاي. فمعظم الناس اللي عندها كونستيبيشن او اليمينيشن ديفكت بيكون برضو عندها فويدنج ديس اوردر نتيجه افكشن لليورينيشن، ولو عالجنا الكونستيبيشن هنؤدي الى الريزوليوشن للريكارنس اوف ذا يو تي اي. النقطه الرابعه دي بنشوفها كتير في الاطفال، حاجه اسمها ديس فانكشنال فويدنج. بيبدا الطفل من عمر السنه يبدا التويليت تريننج، او عند عمر السنتين يبدا الطفل يتدرب ان هو يبدا يعمل حمام لوحده. ممكن تظهر اعراض في الفتره دي في الاطفال من عمر سنتين لخمس سنين نتيجه الابنورمال هابتس او الابنورمال تريننج من البيرنت. يبدا الطفل يحمل هولدنج لليورين فترات طويله، او العكس يبقى ايرج بلادر، او الطفل اللي هو هايبر اكتيف بان عندي ومشغول في اللعب ممكن يفضل لعب عندي فترات يمسك اليورين بتاعه لدرجة انه على ما يدخل التويلت يكون حصل دريبلينج او ديكريز ان ذا اماونت اوف ذا يورين. في اعراض تانية ممكن تؤدي الى ريكارنس اوف ذا يو تي اي زي الكونجينيتال انوماليز، ودي كومن بنشوفها في الاطفال، ان اي طفل بيجي له ريكارنس مهم جدا ما استبعد ان يكون عنده كونجينيتال انومالي ان ذا يورينري سيستم، زي الحالات بتاعتنا اللي فيها يوريتريك ستينوزس، الحالات بتاعت النيوروجينيك بلادر، الحالات بتاع البوستيريور يوريثرال فالف. دي بتكون ريسكي لان انا عندي اليورين وانس ان هو ريتيرن تاني للكيدني او اليوريتر او فضل فتره كبيره في اليورينري سيستم، ده بيخليه ميديا يحصل فيها فلارشمنت للبكتيريا وريكارنس للـ UTI. الناس اللي عندها history of UTI عادة ممكن يحصل لها recurrence، او الفاميلي history of ذايكوريتريك ريفلوكس، وخاصة طبعا الجزء بتاع الطفل الاميون كومبرومايز او اللي عنده البور هايجين، ده بيكون ريسكي لحدوث الـ UTI. يبقى دي الريسك فاكتورز للـ UTI، مهم جدا نعرفها قبل ما نوصل للـ causes of the UTI. UTI زي ما احنا ما قلنا هي عبارة عن infection، لكن لازم نبقى عارفين ان الموست كومن اورجانيزم كوزنج يورينري تراكت انفكشن هي الايكولاي، اللي هي بتمثل 80% من الحالات. وليه هي الايكولاي؟ احنا قلنا ان UTI معظمها ascending infection، يعني ascending infection لاورجانيزم ممكن يبقى موجود على النورمال على البرينيوم زي طبعا الايكولاي، فهو الموست كومن اورجانيزم. يلي بعد كده الكلابسيلا والبروتياس، لكن ممكن يحصل الانفكشن باي اورجانيزم، لكن يفضل معانا الموست كومن في اكتر من 80% من الحالات هي الايكولاي.
ناخد بقى النقطة الثالثة في محاضرة النهاردة. احنا عرفنا الديفينيشن، التايبس، الكوزز والريسك فاكتور. ايه الكلينيكال مانيفستيشنز لليو تي اي؟ هي عشان البيدياتريك ايدج واسع معانا، بيبتدي من اول النيونيت لحد الادوليسنت وسن 18 سنه، بتبدا الكلينيكال مانيفستيشن تفرق من السن الصغير للتشايلد للادوليسنت. هنعرضها دلوقتي معانا. لو احنا قلنا على النيونيت او الانفنت، انا بتكلم على الطفل اللي هو في اول شهر او في اول سنه، تقريبا الطفل ما بيقدرش يعبر على البين اللي موجود غير في صوره الاريتابيليتي او نفس المانيفستيشن بتاعت السبسس. يعني ممكن الام تجيب الطفل تقول ان الطفل ده هايبوثيرميك لسارجنج نوت دوينج ويل، يعني هو شكله مش كويس. معنى نوت دوينج ويل وانوريكزيك او ريفيوزال اوف فيدنج، دي ممكن تبقى من اعراض السبسس اللي من ضمنها الهيدن فوكس اللي هي اليو تي اي. فلو معايا طفل نيونيت او معايا طفل انفانت في اول سنه، لو جايب اعراض السبسز زي المليز، الاريتابيليتي، الفتيج، الانوريكزيا، الفوميتنج، ممكن تكون الاعراض دي تكون اعراض يو تي اي في السن الصغير. طب لو الطفل اكبر من كده، التودلر او البري سكولر، بيبدا في التودلر والبري سكولر تبدا الاعراض بتاع الفويدنج تبقى هي المور مانيفست عليهم. يعني ايه؟ يعني بتبدا الام تلاحظ اول حاجه الويتنج، يعني الطفل ده كان كنترولنج لليورين، بدات الام تلاحظ ان في ويتنج سواء اثناء النهار او اثناء الليل. حدوث تشينج في الفويدنج باترن لاي طفل وهو كان تويلت تريند وكنترولنج وكونتيننت، مهم جدا اعمل يورين اناليسيس واكسكلود اليو تي اي في الطفل ده. الاوفنسيف اودر بتاع اليورين ده برضه بيكون ممكن ساين من حدوث اليو تي اي. الابدومينال بين، الانيوريسيس، الفوميتنج والفيفر اللي هي الاعراض بتاع الابر يو تي اي لازم ادور فيها في الطفل الصغير، لكن الاهم في البري سكولر والتودلر هو اللي تشينج في الفويدنج بيتر. نبدا نيجي للسكول ايج والادوليسنس، هي تقريبا نفس الاعراض بتاعتنا بتاعت الادلت زي الديسيوريا، الفريكوانسي، الارجنسي، اوفنسيف اودر اوف ذا يورين، الابدومينال بين، سوبرا بيوبيك تندرنس، والاعراض بتاع الابر زي الفيفر، شيلز والمليز اند الفوميتنج. دي كده الكلينيكال مانيفستيشن كسيمتومز او ساينز ممكن تيجي للعيان. طب انا ممكن اعمل فيزيكال اكزامينيشن للمريض بتاعي يو تي اي؟ الناس ممكن تقول هنعمل ابدومينال اكزامينيشن نلاقي تندرنس، سوبرا بيوبيك بين، ممكن نلاقي لوين بين، ممكن نلاقي الحاجات دي، بس مهم جدا ادور على اللي ممكن يبقى ريسك فاكتور لليو تي اي. مهم جدا ابص على الاكسترنال جينيتاليا في الفيميل والميل. ابص في الفيميل، احتمال ممكن يكون في ليبيال اديجن زي اللي عامله لي المشكله بتاع اليو تي اي، ممكن يكون عندي فالفو فاجينايتس، ممكن يكون عندي نابكن درماتايتس في الطفل الصغير. ابص على الميل اذا كان سيركمسايزد اور نوت، في هايبوسبيديس اور congenital anomaly in the external genitalia. ومهم جدا اعمل examination للباك زي ما احنا شايفين في الصورة بتاعتنا دي، المنطقة بتاع السكرم زي ما احنا شايفين وجود دمبل في السكن، يعني في جزء داخل لجوه. لو لقيت اي مشكلة موجودة على السكرم بوجود دمبل، ممكن الاقي هيمنجيوما، ممكن الاقي نيفس او طفط اوفير، معناها ان ممكن يكون عندي neural tube defect في الامبريولوجي بتاع الطفل ده، ودي من الساينز بتاع السباينا بيفيدا اللي ممكن يكون معاها نيوروجينيك بلادر، والنيوروجينيك بلادر تكون ريسك معايا لحدوث اليو تي اي. يبقى دي النقط المهمه اللي هبص عليها في الفيزيكال اكزامينيشن للحالات لليو تي اي. كده احنا شفنا الكلينيكال مانيفستيشن والفيزيكال اكزامينيشن. هنبدا ايه الدياجنوستيك ستاديز اللي نعملها للحاله بتاعتنا؟ اولا بما ان انا بتكلم على يو تي اي، يبقى اول حاجه هعملها هو اليورين اناليسيس. قبل ما نشوف ايه النتائج اللي في اليورين اناليسيس، لازم اعرف الاول ازاي اخد سامبل من الطفل الصغير. السامبل معظمنا اللي احنا بناخدها هي الكلين كاتش او الميد ستريم، احنا بناخدها في الطفل الكبير اللي هو تويلت ترين دي يقدر يتحكم في اليورين، او اي حد فينا ادلت ان هو بياخد الميد ستريم في الفورست مورنينج سامبل. لكن انا لو عندي طفل اصغر من كده مش هيقدر يعمل كنترولنج لليورين، ممكن اخدها باك كوليكشن. لكن مشكله العينتين الاثنين الكلين كاتش او الباك كوليكشن هي الكونتامينيشن، يعني عشان ابقى شور ان في يو تي اي مهم جدا يكون عندي عد معين من البكتيريا عشان اتاكد اذا كان في انفكشن ولا لا. لكن هي الموست سبيسيفيك والموست سترلايزد سامبل عشان اخد عينه يورين وابقى شور ان دي اكوريت، ان انا اخدها دايركت فروم ذا بلادر، يا اما عن طريق قسطره يا اما عن طريق سوبرا بيوبيك اسبيريشن. وطبعا انا مش هلجأ للطريقتين الاثنين دولت غير في الطفل الكريتيكال ايل او الطفل اللي موجود معايا في مستشفى او في عنايه، ان انا اقدر اخد عن طريق القسطره اللي مركبها او سوبرا بيوبيك. لكن معظم الحالات بتاعتنا هناخد معانا من الكلين كاتش او الباج كوليكشن. طب احنا خدنا العينه بتاعتنا، ايه اللي ممكن نقيه في نتيجه اليورين اناليسيس؟
اولا اليورين اناليسز انا ممكن الاقي فيه حاجات في الفيزيكال او الكيميكال او السيتولوجي بتاعه. عاده معظم حالات اليو تي اي هتبقى توربيد او فيها كلاودنس، يعني العينه بتاعه الطفل بتكون معكره، طبعا لها اوفنسيف اودر. ممكن الاقي مادتين مهمين جدا بيكونوا هايلي سبيسيفيك لليو تي اي، اللي هي الليكوسايت استريز، معناها ان في بايوريا وفي اورجانيزم، او وجود ماده النايترايتس اللي هي ما بتبقاش موجوده في اليورين غير بعد 4 ساعات من وجود جرام نيجاتيف بكتيريا. وطبعا مهم جدا ان انا الاقي البيوريا او البصلز اللي هي اكتر من 5 سيلز بالهاي باور فيلد. واحيانا لما يبقى الانفكشن سيفير ممكن المعمل يشوف فعلا بكتيريا نفسها تحت عينه اليورين اللي في السامبل العاديه. يبقى دي الحاجات اللي ممكن تعمل لي سسبشن لليو تي اي، اللي هي التوربيديتي، وجود الليكوسايت استريز، وجود النايترايتس، البيوريا، او وجود البكتيريوريا نفسها في العينه. لكن زي ما احنا ما قلنا اليو تي اي هي عباره عن انفكشن ان ذا يورينري سيستم، يعني شور عشان يبقى الدايجنوستيك تيست لازم اعمل كلشر تو ديتكت الاورجانيزم، واشوف كمان السنسيتيفيتي ريسبونس للانتي بايوتيك. انا هعمل كلشر وسنسيتيفيتي، بعد ما نعمل الكلشر والسنسيتيفيتي هنوصل للتريتمنت اوف يو تي اي. عشان نبدا نعالج اليو تي اي لازم نعرف، احنا قلنا الموست كومن اورجانيزم هو الايكولاي. فانا عاده قبل ما تطلع نتيجه الكالشر والسنسيتيفيتي انا هبتدي امبريكال، وخاصه اذا كان العيان كومبليننج بحاجات انا عارف ان هي بتشتغل على الايكولاي، وخاصه الترايمي سوبريم سلفا ميزوكسازول اللي هي ادويه السلفا السبتريم السبتازول اللي موجود، وطبعا بيليها الاموكساسيلين والاموكساسيلين كلافولينيك والكيفالوسبور. لكن اهم نقطه في الانتي بايوتيك تشويس هو الجزء ده، لازما لما ابدا علاج التريتمنت لليو تي اي لازما اكمل الكورس بتاعي مش اقل من اسبوع في حالات اللور، ومش اقل من اسبوعين او 14 يوم في حالات الابر يو تي اي، لان احيانا ممكن يكون سبب الريكورنس في الحالات ان انا عندي الطفل ما كملش الكورس نفسه بتاع الانتي بايوتيك اللي بياخده. يبقى كده عرفنا التريتمنت وعرفنا هندي الديوريشن قد ايه. العيان استجاب هنكمل على الجرعه بتاعتنا اسبوع لور، اسبوعين ابر يو تي اي. طب لو الطفل ما استجابش على التريتمنت بتاعنا هنشوف نتيجة المزرعة وندي تريتمنت according to culture and sensitivity. ده بالنسبة للتريتمنت. طب البريفنشن بقى والانستراكشن نقولها للبيرنت عشان نمنع حدوث اليو تي اي. مهم جدا الانستراكشن والإديوكيشن، مهم جدا ان انا امنع الحاجات اللي ممكن تؤدي لليو تي اي، زي مثلا التايت فيتنج كلوزنج في الجيرلز، ان الام نفسها لما بتيجي تعمل كليننج او تبدأ تنظف الطفل ان هي تعمل افويدنس للويبنج من الباك للفرونت، يعني ما تجيبش الانس ان هي تنظف الطفل من الانس للاكسترنال جينيتاليا، لان ده هينقل الاورجانيزم من البرينيوم للفرونت ممكن يؤدي الى اسيندنج للانفكشن. مهم جدا الاطفال اللي بتنزل سويمنج بول، او الامهات اللي بتسيب اولادها في طبس يعني في البانيو او حمام لفترات طويله، احيانا الكيميكالز اللي موجوده فيها او الكونتامينيشن تؤدي الى يو تي اي. واهم معلومه لينا للاطفال للكبار، نوت هولدنج اليورين فور لونج بيريودز، ومهم جدا لازم درينكينج ادكويت اماونت اوف فلويد، شرب ميه اهم نقطه، لان كل واحد فينا لازم ياخد من لتر ونص لترين ميه في اليوم سواء في صيف او شتاء. دي من ضمن الحاجات اللي بتقلل حدوث اليو تي اي. والاهم ان انا اعالج الريسك فاكتور زي الكونستيبيشن، زي ما احنا ما قلنا طول ما الكونستيبيشن موجود اليو تي اي موجود. ومهم جدا النقطه الاخيره اللي هي الادريس للديسفانكشنال فويدنج، الطفل اللي عنده مال تريننج من البيرنت مهم جدا ده يتصلح، لانه ده ريسكي لحدوث اليو تي اي ممكن يؤدي الى damage in the urinary system. احنا كده تقريبا محاضرة اليو تي اي خلصت، احنا خلصنا الجزء بتاعنا بتاع الديفينيشن الـ types الـ causes والـ risk factors والـ clinical manifestations والـ investigations والـ treatment بتاعي وإيه الـ educational pattern أو الـ prevention اللي ممكن أعمل. طب أنا ممكن أطلب investigation تانية لحالة الـ UTI، يعني أنا محتاج image، يعني أنا محتاج إن أنا ممكن أعمل للطفل ده مثلا abdominal ultrasound، ممكن أعمل له ممكن image بضاي وتبقى ascending زي حالات الـ voiding cyst urethrography أو الـ fistula، ممكن أدي له intravenous ضاي وصور اليورينري سيستم اللي هي الانترافينوس بايلوجرام او الاي في بي، ممكن ادي له ايزوتوب سكاننج ماده واشوف الكيدني فانكشن بتاعتها والبرفيوجن ازاي اللي احنا بنسميها الدمسا سكان. انا بلجأ للحاجات دي في حالات لو عندي يونج ايج اقل من عمر سنه او سنتين، ده بيكون ريسك لوجود الكونجنيتال انوماليز، الحالات اللي فيها ريكرنس لليو تي اي وخاصه حدوث البايلو نفرايتس اللي هي الابر يو تي اي. مهم جدا اعمل الايمج ده عشان ادور على الريسك فاكتورز زي الريفلكس او وجود جينيتال انوماليز. هنبدا نطلب الحاجات دي نعرف ازاي الابنورماليتي اللي موجوده. اول اشعه ممكن نعملها اللي هي الفيسيولوجي،
كلمة فيسيوجي means avoiding cysto urethrogram. يعني ايه avoiding cyst urethrogram؟ زي ما احنا شايفين في الصورة، هو الطفل بيركب قسطرة من اليوريثرا، وببدأ احقن الصبغة في البلادر واصور فيلم وهي فل، وارجع تاني اشيل القسطرة من الطفل واصور تاني اثناء الميكتوريشن. نورمال لو البلادر مليانة بالداي، اثناء الميكتوريشن هبص الاقي البلادر كلها فضت والداي كلها نزلت في اليوريثرا ان ستريم، لا في ستريكشر ولا في ستينوزز ولا جزء دايليتد عن جزء تاني في اليوريثرا، ولا النقطة الأهم ان الداي ما ترجعش تاني لليوريتر ولا الكيدني ولا يبانوا في الصوره بتاعتنا. ده النورمال فيسيوجي. طب لو خدنا صوره للعيان ولقيناها بالشكل ده، زي ما احنا شايفين في الصوره اللي معانا اللي موجوده على الشمال، انا عندي الداي موجوده في قلب البلادر. لو لاحظنا ايه اللي ظهر، الاثنين يوريتر بدا يظهروا على الرايت وعلى الليفت، الاثنين دايليتد وتورشوس، ومش كده كمان، ده البلفس والكليسيال سيستم بتاع الكيدني دايليتد، يعني الحاله بتاعتي فيها بايلاترال ريفلكس، في مشكله في السفنكترز اللي موجوده ما بين البلادر وما بين اليوريتر، ويك لدرجه ان هو اثناء البريشر واثناء الميكتوريشن حصل ريتيرن تاني لليورين للابر سيستم. لو بصينا على الصورة التانية هنلاقي الداي موجود في البلادر، لكن الحالة بتاعتنا فيها ريفلكس لكنه موجود على بس الرايت سايد ومش موجود على الليفت سايد. يبقى ده الابنورمال فيسيوجي اللي ممكن نشوفه في حالات الفيزايكو يوريتريك ريفلكس. طب بالنسبة للدمسة سكان، كلمة دمسة يعني ايه؟ دمسة هي اختصار المادة اللي انا بستخدمها لتصوير الكدني، اللي هي الداي ميركابتو ساكسينيك اسيد. دي مادة انا بحقنها للكدني، ومعروف ان الكدني هو الاكسكريتوري اورجان، لو اديت اي مادة هتبدأ البارينكما بتاع الكدني تعمل لها برفيوجن وتاخدها وتعمل لها اكسكريجن. ده النورمال كدني يبانوا بنفس الطريقة، الرايت موجودة على الرايت هاند بتاعتنا والليفت على الليفت، دي بنقراها في نفس اتجاه ايدينا مش زي ما بنقرا الاكس راي بالعكس. لو جينا بصينا على الصورة دي، لو خدنا بالنا ادي الليفت كدني وادي الرايت، في اجزاء موجودة من الكدني واخدة الداي، وفي اجزاء البرفيوجن بتاعها مش كويس. الاجزاء دي معناها ان هي سكلوروتيك او فايبروتيك، يعني دي معناها سكارز لحالات بتخش في ريكارنت اتاك اوف بايلونيفرايتس وقلبت بكرونيك بايلونيفرايتس، ودي بتوصل العيان للكرونيك فيلير والاند ستيج رينال ديزيز. لو احنا بصينا على الدمسة سكان الصورة التانية، زي ما احنا شايفين ادي التو كدني باينين، الناحيه دي الرايت على ايدينا اليمين ودي الشمال. لو خدنا بالنا الليفت كدني مش باين الابر بول ولا اللور بول، معناه ان هو في سكار فعلا موجود في التو بولز اوف ذا ليفت كدني نتيجه وجود اتاكس اوف بايلونيفرايتس. يبقى دي الصوره بتاعتنا اللي ممكن تكون في الدمسه. هننهي محاضرتنا ان شاء الله بسؤال بس كده نعرضه كريفريشمنت وكمراجعه اللي احنا قلناه في المحاضره. 8 years female child with chronic constipation presented with fever, abdominal pain, vomiting and dysuria. Her urine analysis showed RBCs 50 cells per high power field, protein plus 2, بس سيلز 100 سيلز باي هاي باور فيلد. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا في ميل 8 سنين معروف ان هي عندها كرونيك كونستيبيشن، جايه دلوقتي بايه؟ عندها فيفر، ابدومينال بين، وفوميتنج، ومعها اعراض في الفويدنج في ديسيوريا. اتطلب لها يورين اناليسز، اليورين اناليسز في مايكروسكوبيك هيماتوريال ار بي سيز اكتر من 5، وفي بروتينوريا بلس 2. وجود البروتينوريا معناها ان عندي بارينكيمال ديزيز، وجود بصل 100 يعني اكتر من 5، يعني الحاله فيها بايوري. يبقى ايه الموست ابروبريت دايجنوزز اوف ذا كيس؟ اتس ا كيس اوف يو تي اي، لكنها ابر ولا لور؟ الحاله فيها ديسيوريا لكن معاها ابدومينال بين وفوميتنج وفيفر، يبقى الحاله بتاعتنا اتس ا كيس اوف ابر يو تي اي او اكيوت بايلونيفرايتس. يبقى ده اجابه النقطه الاولانيه للسؤال. هاو تو كونفيرم الدايجنوزز؟ قلنا حاله اليو تي اي الكونفيرميشن والدايجنوستيك تيست ان انا هطلب كلتشر اند سنسيتيفيتي. طب السؤال الثالث، ايه الريسك فاكتورز اللي موجوده في الحاله بتاعتنا؟ لو احنا بصينا على الريسك فاكتورز اللي في الحاله، اولا هي فيميل، والنقطه الثانيه ان الحاله بتاعتنا فيها كرونيك كونستيبيشن، يبقى دولت التو ريسك فاكتورز للريكيرنس اوف يو تي اي ان اور كيس. احنا كده خلصت المحاضره بتاعتنا، ويا رب باذن الله